أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ بالعناوين. منظمات مدنية ترصد مخالفات في الدعاية الانتخابية. إطلاق تخصيصات مشاريع فك الاختناقات المرورية. قانونا الإعاقة واتحاد نقابة العمال في الفصل التشريعي المقبل. الهيئة التنسيقية تبدي ارتياحها لنسب إنجاز البرنامج الحكومي في المحافظات. وتباغت الدواعش وتقتل خلية إرهابية بوادي الترتار. الإجراءات التنظيمية لمنحة الطلبة وصلت لمراحلها الأخيرة. وثلاثون منفذاً تسويقياً للمواد الغذائية. وتسجيل أكثر من 7000 حادث مروري. من هذه العناوين إلى تفصيلاتها مشاهدينا، وإلى الأخبار الإلكترونية نطالع ما جاء في الصحيفة الأولى الصباح، وخصوصا على صفحتها الثانية في زاوية العراق. رئيس الوزراء يصرح أن القوات الأمنية ملتزمة بحفظ استقرار العراق. قال رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أمس الأحد أن القوات الأمنية ملتزمة بحفظ الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد إزاء كل التهديدات والتحديات، في حين أعرب عن حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان وبناء شراكة متبادلة. وذكر بيان لمكتبه أن رئيس الوزراء استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيتشن، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل العلاقات العامة بين البلدين وأبرز مجالات التطوير بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبيهما. من جانبه أكد السفير البريطاني حرص حكومة بلاده على التعاون مع العراق لإيجاد مخارج للأزمة في غزة ومنع تمدد إلى باقي أنحاء الشرق الأوسط هذا الصراع. في غضون ذلك عبر رئيس الوزراء عن حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان وبناء شراكة متبادلة بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. في الصفحة السادسة في زاوية أسواق البورصة، اتفاق عراقي أمريكي لتعزيز رصيد 10 مصارف بالدولار. كشف مصدر حكومي أمس الأحد عن اتفاق عراقي أمريكي على تعزيز رصيد 10 مصارف بالدولار. وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية أنه في ضوء الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي أصبح عدد المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار وبصورة مباشرة هي 10 مصارف، 5 منها من خلال مصرف سيتي بنك والخمسة الأخرى من خلال بنك جي بي مورغان. وأضاف المصدر أن عدد المصارف التي سيتم تعزيز أرصدتها باليون الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 مصرفاً. مشاهدينا إلى صفحة 15 الثقافية، اختتام فعاليات مهرجان كربلاء الشعري. اختتمت الجمعة الماضية فعاليات مهرجان كربلاء الشعري دورة الشاعر الراحل محمد علي الخفاجي. هذا المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في محافظة كربلاء المقدسة أقامه اتحاد أدباء المحافظة للفترة من 9 إلى 10 من تشرين الثاني الحالي. واهتمت أنشطة مهرجان كربلاء الشعري بعقد جلسات خاصة بالقراءات الشعرية فضلا عن جلسات نقدية ركزت على نتاجات محمد علي الخفاجي من جانبي المسرح والشعر، منها التداخل النصي في مسرحية نوح لا يركب السفينة للكاتب المسرحي محمد علي الخفاجي، وفعالية المكان في مسرح محمد علي الخفاجي، وجماليات الصمت في مسرحية ثانية يجيء الحسين، وبناء المفارقة في مسرحية الجائزة للكاتب المسرحي محمد علي الخفاجي، والخطاب الموازي في تجربة محمد علي الخفاجي المسرحية. وهذه المرة أيضا مهرجان دور النشر العراقية في معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2023. تأثرت صناعة النشر بكثير من الأزمات خلال السنوات الأخيرة بدءا من جائحة كورونا إلى الحروب والنزاعات والتراجع الاقتصادي، ولكل هذه الأزمات أثر سلبي على صناع الكتب وحركة النشر على الصعيد العالمي والعربي.
شاركت وزارة الثقافة العراقية بأجنحة عدة، منها جناح كبير يضم دار الشؤون الثقافية والثقافة الكردية وثقافة الطفل، وهو جناح كبير نسبياً، إذ ضم أعمالاً شعرية كاملة للشاعر العراقي الراحل حسب الشيخ جعفر المطبوعة حديثاً. وإلى زاوية آراء ومقال، نقرأ مقال بعنوان سيكولوجية الإبادة الجماعية في غزة للكاتب إبراهيم العبادي، تقرأه الزميلة بشرى حسين. سيكولوجية الإبادة الجماعية في غزة، مقال بقلم إبراهيم العبادي. في مقال الاثنين الماضي توقعت أن يكون أحد تداعيات حرب غزة عودة الصدام الثقافي مجددا بين الغرب والعالم الإسلامي. شاركني الرأي العديد من نخبة القراء، وتحفظ الصديق الأستاذ محمد الشبوط لأنه يعتقد أن داخل الغرب حراك رافض للمواقف الرسمية والحكومية بدأ يضغط، وأنه لا ينبغي التسرع في توقع عودة الصدام الثقافي لأن المشتركات الإنسانية وتوق البشر إلى التعاطف والانتصار للمظلومة والسعي لتحقيق العدالة أكبر من التحيزات السياسية والمصالح المادية. في منتصف المقال هنا يظهر بكل وضوح واعتراف علني أن الساسة الغربيين وبمؤازرة من نجوم ومشاهير في مجتمعاتهم لا يساوون بين ضحية مدنية إسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية، فلا الدماء تتكافأ ولا الأفعال توزن بمعيار قيمي أو أخلاقي واحد. كان وزير الحرب الإسرائيلي آف غالانت يكرر منذ 8 أكتوبر وصفه لأهالي غزة بأنهم حيوانات بشرية، ويعود في كل مؤتمر صحفي يعقده ليكرر ذات الوصف. ورغم النقد المخفف الذي تعرض له الوصف المسيء لآدمية الإنسان الفلسطيني، لكن فنانا أمريكيا شهيرا هو جون فويت خرج منتقدا ابنته أنجليا جولي لأنها رفضت ما يجري في غزة. في ختام المقال، إن مشاهد القتل المروعة في غزة زادت 1000 مرة عما حصل من قتل في يوم 7 أكتوبر في مستوطنات غلاف غزة، لكن الضمير الأخلاقي والأخلاق العملية لقادة الغرب ونجومه ما زال غير مقتنعا بوقف الحرب، لأن إسرائيل لم تستوفي ثمن صدمتها رغم أن الجميع متوجع للقتل الجماعي والإبادة الممنهجة، وسبب ذلك ما يرجعه علماء النفس إلى الحاجة لتبرير القلق والتوتر الناجم من هذا الموقف غير العادل باتهام الضحية أنه مسؤول عما يلحق به. وهذا التبرير يفسره عالم النفس الأمريكي ميلفن جاي لينر بأنه نزوع لدى الأفراد والمجموعات إلى تبرير أفعالهم ليس فقط تجاه الآخرين وإنما تجاه أنفسهم، ويبررون هذه الأفعال على أنها نتيجة لأفعال الضحية التي تستحق اللوم وبسبب خطأ شخصية الضحية. قراءتها هذا المقال، ونواصل وإياكم القراءة الصباحية الصحفية إلى صحيفة الزمان على صفحتها الأولى في زاوية محلي. التعليم يوفر 16 منحة صينية ويدعو إلى شغل مقاعد المساء. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير 16 منحة دراسية صينية للدراسات الأولية والعليا، وقال بيان تلقته الزمان أمس أن الوزارة تعلن عن توفيرها لهذه المنح الدراسية المقدمة من الصين إلى العراق للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام الدراسي المقبل. وهذا الخبر من النجف، رفع مريء طفلة واستبداله بأنبوب مصنع من أنسجة المعدة. أجرى فريق مختص في مدينة الصدر الطبية في النجف الأشرف عملية لجراحة الصدر لطفلة بعمر 3 سنوات تعاني من تضييق المريء الذي لم يستجب للتوسيع المتكرر وعدم القدرة على بلع الطعام الصلب. وأكد الدكتور بهاء عبد الرزاق أنه تم رفع المريء لطفلة بعمر 3 سنوات واستبدال بأنبوب تم تصنيعه من أنسجة المعدة وتمت العملية بنجاح.
في صحيفة الزوراء مشاهدين على صفحتها الأولى في زاوية أمن مجتمعي، النزاهة تعلن القبض على خمسة مسؤولين بالتجارة بينهم مديران لأضرارهم بالمال العام. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تمكنها من تنفيذ مذكرة القبض الصادر بحق خمسة مسؤولين في فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، بينهم مدير عام الشركة ومدير الرقابة التجارية في ذي قار بتهمة الإضرار بالمال العام، فيما ضبطت مسؤولا في بلدية الحلة تسبب بفقدان إضبارتي عقار. وإلى أخيرة الزوراء وفي زاوية عين على العالم، جهاز AIPIN الثوري يطيح بعرش الهاتف المحمول. أطلقت الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد طول انتظار منتجها الأول AIPIN الذي يسمى، وهو عبارة عن جهاز صغير يمكنك تثبيته على ملابسك ويعمل بالذكاء الاصطناعي، كما أنه مصمم لإبعادك عن شاشة هاتفك الذكي، إذ أنه يأتي بدون شاشة تقليدية ويعتمد بشكل كامل تقريبا على الذكاء الاصطناعي للتفاعل معك. وإلى صحيفة المدى مشاهدينا، نطالع في أخيرتها استذكار بيت المدى ومعهد جوتا. يستذكران كارل بروكلمان وعشقه للثقافة العربية، حيث أقام بيت المدى في شارع المتنبي بالتعاون مع معهد جوتا الألماني جلسة عن كارل بروكلمان والاستشراق الألماني، حيث قدمت فيها أوراق وانطباعات وقراءة في تاريخ الاستشراق، فضلا عن مقارنات بين عدد من المستشرقين وأثرهم في هذا المجال في مستهل الجلسة الأثيرية. وأيضا في الصفحة الأخيرة في زاوية إضاءات، النحت على الكتب يقود فنانة عراقية للمنافسة العربية والعالمية. يحد النحت على ورق الكتب فنا مبتكرا دخل الساحة الفنية مؤخرا، إذ يتم جمع عدة كتب مع بعضها البعض أو الاكتفاء بكتاب واحد لبدء عملية الحفر والنقش عليه، حتى تتكون بذلك لوحة فنية مخطط لها. تقول الفنانة التشكيلية زهراء حيدر وهي من محافظة المثنى للمدى: أنني بدأت بالنحت على الكتب كهواية، ثم تعلمت هذا الفن في سنة 2018. وإلى الصحف العربية مشاهدينا، إلى صحيفة القدس العربي، خروج 22 مستشفى عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خروج 22 مستشفى في القطاع عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي. وقال المكتب في بيان أنه في ظل الاستهداف المركز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 22 مستشفى و49 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 53 سيارة إسعاف. وأضاف أن حصيلة الشهداء بلغت حتى مساء أمس 11180، بينهم ما يقارب 4600 و9000 وأيضا 3000 من الأطفال. الشرق الأوسط وفيها التداعيات العسكرية والسياسية لتدمير جسر شمبات السوداني. أجمع خبراء عسكريون وسياسيون على الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لجسر شمبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأمدرمان الذي تم تدميره يوم السبت. ومثلما تبادل الطرفان الجيش والدعم السريع الاتهامات بتدميره، فإن الآراء تضاربت بشأن تأثيراته العسكرية على طرفي الحرب، باعتباره يربط بين منطقة بحري التي يسيطر عليها الدعم بشكل شبه كامل ومدينة أمدرمان التي يسيطر على أجزاء واسعة منها. إلى الصحف العالمية مشاهدينا، وإلى نيويورك تايمز، ترامب يضع سياسات هجرة أكثر تشددا استعدادا لعودته إلى الحكم.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يخطط لإجراء توسع كبير في سياسة فترته الأولى بشأن الهجرة حال عودته إلى البيت الأبيض في 2025، ويشمل هذا الاستعداد لجمع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بوتيرة هائلة واعتقالهم في معسكرات عملاقة في انتظار ترحيلهم، كما أن الخطط ستقيد بشكل هائل الهجرة الشرعية وغير الشرعية بطرق عديدة. مشاهدينا إلى الواشنطن بوست، وفي هذا الخبر ضابط أوكراني كبير نسق هجوم نورد ستريم، حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر لم تسمها في أوكرانيا وأوروبا أن ضابطا بالجيش الأوكراني نسق هجوما العام الماضي على منظومة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم. وذكرت الصحيفة أمس أن رومان تشيرفينسكي مسؤول المخابرات السابق الذي خدم في القوات الخاصة للجيش الأوكراني أدار في هذه العملية فريقا من 6 أفراد، لكنه لم يخطط للهجوم، غير أن تشيرفينسكي نفى تورطه ووصفت واشنطن وحلف شمال الأطلسي ذلك الهجوم بأنه عمل تخريبي، بينما قالت موسكو إنه من أعمال الإرهاب الدولي. محطتنا الأخيرة مشاهدينا الأكارم إلى كاريكاتير الصباح الرسمية. الأخبار المحلية والعربية والدولية انتهت مشاهدينا الأكارم، في ختامها أتمنى أن راقت لكم واستفدتم مما جاء فيها، وأتمنى لكم يوما هانئا وسعيدا بإذنه تعالى. هذه عودة لزملائي رسل وأبا ذر.